الإسلام يرغب في 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 تحصين المرأة، تحصين الزوج. الزوج يدور له مملكة صغيرة، يبي مرأة صالحة يجيب منها أسرة. المرأة تبي ستر، تبي حد يستر عليها، خاصة المرأة. يعني الزوج الولد سهل يقول حق أبوه وحق أمه، سهل يحن عليهم كل يوم، دوروا لي دوروا لي دوروا لي، سهل. لكن البنت المسكينة هذه، أختك ولا بنتك، إذا تبي ريل إيش بتقول؟ بالله يأخذ الحياة، تقول حق أبوها دور لي ريل، تقول حق أمها بتزوج، تستحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صمت البكر موافقتها، يعني مجرد الصمت، لأن من عادة البكر أنها ما تتكلم. حتى لو جاءها أبوها قال له والله تقدم لك واحد وهذه مواصفاته تقبلين، تسكت. بكر بعكس المرأة التي يعني جربت الرجال وتزوجت وطلقت أو ترملت، هذه عندها قدرة تقول إي أو لا، موافقة ولا ماني موافقة.